بسم الله الرحمن الرحيم. بل وصلنا بالدرس السابق لفقرة الراسيونال سايلار لتشوك أضم ليشلندر، أو العمليات المتعددة على الأعداد النسبية. عم يقول لنا هون إنه ماتماتيك بروبلم لرندا بيردان فالت لإشلمي والمصود ورمضة، وقت اللي بيكون في عنا نحن أكثر من عملية في العمليات الرياضية، فمنتبع الخطوات الآتية. أول شيء بنقوم بالأعداد الأسية، بنفك الأسس. حكيت لكم عنه بأول درس لألنا، إنه قلت لكم رح نشوفه عما قريب لهالعمليات هي. فأول شيء بنفك الأسس. بعدها الخطوة الثانية بنقوم بالبارنتيز ليشلملر، اللي هي الأعمال اللي موجودة داخل القوس. بعد البارنتيز ليشلملر تشارت مبل ما يشلملر، بنبلش بعمليات الضرب والقسمة. وبعد العمليات الضرب والقسمة آخر شيء يعني بنجي للطبلمة وتشكرمة، الجمع والطرح. يعني الأولوية للأس، بعدها للقوس، بعدها للضرب والقسمة، وبعدها للجمع والطرح. طب هلا ممكن حدا يقول طيب إذا كان في ضرب وفي قسمة مين بنعطي بالأول؟ عميل إنه إكسي فارسا سولدان صادورو، إنه إذا كانوا وجدوا الاثنين فمنبلش فيهم من اليسار لليمين. إذا كان في ضرب وقسمة أو إذا كان في جمع وطرح منبلش من اليسار إلى اليمين. مثلا هون عنا 7 على 15 ناقص 3 على 5 ضرب 2 على 9. في عنا ضرب، فأول شيء منحل الضرب. منحل الضرب أول شيء 3 على 5 ضرب 2 على 9، يعني هي 6 على 45. طبعا احنا فينا نختصر الثلاثة مع التسعة. الثلاثة منساويها 1 والتسعة منساويها 3، قسمناهم 2 على 3 فصارت 1 على 5 و2 على 3. 1 × 2 = 2، 5 × 3 = 15، فصار عنا 2 على 15. وهلا بنيجي 7 على 15 ناقص 2 على 15 يساوي 5 على 15، وبالتالي 1 على 3 من بسطه للأخير. يعني شوفوا القسم الناقص كانت أول شيء ولكن تركناها للنهاية. بعده طبعا هلا مثلا شوفوا هذا التمرين، 1 على 3 ناقص 1 على 4 تقسيم 3، فمنقسم أيضا 1 على 4 تقسيم 3، بعدها منحط 1 على 3 تقسيم الناتج تبعهم، وبيطلع معنا 3 على 12 اللي هو 1 على 4. هيك يعني انه بدنا نمشي بالترتيب. طيب هلا هون عنا عملية قسمة، تمام، وعنا عملية جمع وعملية طرح بال يعني البسط وبالمقام. طب هلا ممكن حدا يقول انه احنا بدنا نساوي عملية القسمة اول شيء، احنا مو خط الكسر هذا بيساوي عملية قسمة، بس لا، نحن بنعتبر البسط والمقام داخل أقواس، وبالتالي منقوم بحلهم أول شيء. فاثنين زائد 1 على 4 طبعا منوحد المقامات مثل ما أنا شايفين هون بالشكل تحت، دقيقة شوي لنبلش نكتب. فالاثنين ضربناها بأربعة والواحد ضربناها بأربعة، فصارت عنا 8 على 4 زائد 1 على 4، هذا البسط تبعنا. وبالمقام عنا 3 لأنه هي كانت 3 ناقص 1 على 2، بنوحد المقامات فهي 3 مقامها 1، فضربنا هذا الكسر ب2 فصار 6 على 2 ناقص 1 على 2. هلا بنساوي عمليات الجمع والطرح أو منفك البسط والمقام الأقواسي اللي بيناتهم، مثل ما تكون احنا دائما بنعتبر البسط له قوس والمقام له قوس. فثمانية على أربعة زائد 1 على 4 يساوي 9 على 4 تقسيم 6 على 2 ناقص 1 على 2 5 على 2. هلا شلون بنقوم بعملية قسمة الكسور على بعضها؟ 9 على 4 تقسيم 5 على 2 يساوي 9 على 4 ضرب 2 على 5. فبنضرب العدد بعضه، طبعا الاثنين والأربعة بنختصرهم مع بعضهم، بصير هون عندنا 1 وهون عندنا 2، فبصير الناتج عندنا 9 على 10 واللي هو نفس الناتج تبع الكتاب. هلا عندنا 2 على 5 على 7. هلا ممكن البعض يقول شو عرفنا انه هي الخمسة على 7 مع بعضهم ولا الاثنين على 5 مع بعضهم؟ لاحظوا خط الكسر هذا اصغر من خط الكسر هذا. الخط الكسر الصغير بدل على انه هدول مركبين مع بعضهم. هذا خط كسر كبير بينما هذا خط كسر صغير، معناتها هدول مع بعضهم. طبعا شو عم يقول لنا؟ عم يقول لنا انه انه خط الكسر دائما هون بهالعمليه هي هو كان عباره عن عمليه قسمه، فنحن بنقوم بالتقسيم بالاول بعدين بنجمع هدول الكسرين مع بعضهم مثل ما نعامل الكتاب.
يعني مو مثل ما قلنا هون البسط والمقام يعتبروا أقواس، فهون كمان البسط والمقام يعتبروا أقواس، فلنفك الأقواس بدنا نقوم بقسمة الكسر هذا. 2 على 5 على 7 تساوي 2 على 5 تقسيم 7، وتساوي 2 على 5 ضرب 1 على 7. حولنا عملية القسمة لضرب حولنا عملية القسمة لضرب وضربنا بمقلوب الكسر، فصار عنا تساوي طبعا الناتج 2 على 35. هذا هيك. هلا بهالشكل بنكون انهينا هذا التمرين. ايضا هذا التمرين تقريبا نفس الشيء، طبعا هون 0 على 3 بنحولها لكسر، او بنحول الثلاثة على 2 لعدد 20 وبنقوم بتقسيمهم. فانتوا اللي بتشوفوا اسهل، الافضل انه نحولهم لكسور دائما، خاصة عدد مثل 0 على 3. يعني طبعا 0 على 3 هو 3 على 10 نفس الشيء يعني، فمباشرة. او الـ3 على 2 فينا نكتبه 1.5. تعلمنا طبعا احنا كيف نحول الكسر الى عدد 20. هلا عم يقول لنا هي العملية كيف بدنا نساويها. طبعا نساوي هيك عملية يعني خلص لازم نكون فهمنا الفكرة الرئيسية منها، ونقدر يعني صار نقدر نحنا نحسب هاي الشغلة. يعني هون عنا شوفوا خط قسمة كبير، خط قسمة أصغر، خط قسمة أصغر. نحنا بنبلش بأصغر شي دائما. هاد يعني أول شي رح نساوي 1 زائد 1 على 2 بصير 3 على 2 هون. بعدها 1 زائد 1 على 3 على 2، فمنقسم 1 على 3 على 2 يعني بصير 1 تقسيم 3 على 2. قلنا إذا قسمنا 1 على كسر فبيعطينا مقلوبه بالنسبة لعملية الضرب، فاثنين على ثلاثة، فصار 1 زائد 2 على 3 يساوي 5 على 3. هلا ضل عنا الكسر الأخير 1 على 5 على 3، عدد واحد مقسم على كسر فرح يعطينا مقلوبه لهذا الكسر واللي هو 3 على 5، واللي هو الناتج النهائي إذا ما خاب ظني. نعم صح. هلا تشوزو مسنده فقره التمارين، بتحاولوا بتحلوها لحالكم. هلا الفقره اللي بعدها راسيونال سايلرن كاريلري فيكوبلري، المربع والمكعب للاعداد النسبيه. طبعا كلمه مربع يعني اس 2، وكلمه مكعب يعني اس 3، بس للاعداد النسبيه هي المره. خلينا نشوف. عاملين لنا مربع الاثنين على 3، مربع الواحد على 4 ناقص 2 على 5. طبعا اي قوة، اي قوة بالدنيا، مو شرط الاثنين، اي قوة او اي يعني اس بالدنيا اذا حطيناها على كسر شو بنساوي؟ بنحط القوة على البسط وبنحط القوة على المقام. يعني 2 على 3 اس 2 للكسر كلياته، طبعا الاس 2 فهو 2 اس 2 على 3 اس 2. 1 على 10 اس مليون إلى آخره يساوي 1 أس مليون على 10 أس مليون. يعني ما فرقت، طالما الأس إلى الكسر كلياته فرح يكون للبسط وللمقام. طبعا ممكن يكون داخل البسط والمقام مثل ما رح نشوف لقدام عمليات. كيف يعني؟ يعني ممكن يكون 1 على 2 زائد 2 على 3 للأس 2. وانتو بتكون تقولوا انه الأولوية للأس قبل الجمع والطرح، فأنا بقول لك لنقدر نفك هذا الأس نحن لازم نجمع هدول العددين، هدول الكسرين مع بعضهم، والناتج تبعهم بناخد التربيع تبعه، لأنه بهالشكل هذا رح يكون التربيع عملية جدا معقدة. عاملين لنا هلا صفر هاريتش تم راسيونال سايلر انكارسي بوزيتيف راسيونال سايلر. بالنسبة للمربع تبع أي عدد نسبي شو ما كان يكون خارج الصفر فرح يكون الناتج تبعه موجب دائما، إذا كان سالب ولا كان موجب. إذا ربعناه فرح يكون الناتج تبعنا موجب دائما. شوفوا مثلا هذا كسر أو عدد نسبي سالب يعتبر ناتج موجب، هذا نفس الشيء ناتج موجب، فالتربيع دائما بيعطي عدد موجب. هلأ أس 3 نفس العملية بالضبط، بدل ما نجي نكررها
أكتر من مرة. طبعا شوفوا الكتاب شلون عامل، 1/2 أس 3 حاطط 1/2 ضرب 1/2 ضرب 1/2. بس أنا الطريقة اللي علمتكم إياها هي أسهل، هي إنه 1 أس 3 تقسيم 2 أس 3، 1 أس 3 1، 2 أس 3 8. مباشرة هيك حلينا. هلا بالنسبة للتكعيب، هذا بنسميه تكعيب. تكعيب أي عدد نسبي، إذا كان موجب بضل موجب وإذا كان سالب بضل سالب. يعني شوفوا هذا سالب فرجع نتيجته سالبة. هي بالنسبة للإشارات. هلا بالنسبة لهذا شلون بدنا نحله؟ مثل ما قلت لكم، بنفك أول شيء العدد الكسري، 1 بـ3، 3 زائد 1 4، فصار 4/3، طبعا إشارته سالبة، أس 3. 4 أس 3 معناتها على 3 أس 3، والإشارة سالبة. 4 أس 3 قديش يساوي؟ 4 بـ4 16 بـ4 64. 3 أس 3 27، والإشارة سالبة. ليش؟ لأنه إشارة سالبة والأس كان فردي، يعني الأس رقم 3 رقم فردي. فنحن ذكرنا بنتذكر بدرس الأسس، وقت اللي بيكون الرقم رقم الأس فردي، إذا كانت الإشارة سالبة فرح يطلع الناتج سالب، إذا كانت الإشارة موجبة رح يطلع الناتج موجب. بينما وقت اللي بيكون الأس زوجي فالإشارة شو ما كانت تكون رح يكون الناتج عنا موجب. لاحظوا هون ناقص 64 على 27 نفسها بالضبط طلعت معهم. هلا فقرة حل الأسئلة أيضا هي بترجع لإلكم أنتو. طبعا هلا بيجي عنا راسيونال ساي بروبلملري أو المسائل على الأعداد النسبية. هلا بدنا نشوف شلون يا ترى ممكن تجي عنا مسائل هالأعداد هي، أو شلون ممكن نقوم بالحلول تبعهم. طبعا كالعادة دائما بيورجونا إنه في عنا تخطيط للحل، بعدين استخراج طرق الحل، وبالنهاية بنكتب الحل تبعنا. عم يقول لنا في عنا شاحنة أو كميون نقل، عم بالنسبة للطريق اللي بده يروحه، ف بيخلص 2/5 منه لهذا الطريق باليوم الأول، وبيخلص 1/3 من هالطريق باليوم الثاني. فكميون 3 جن 3 كيلومتر يول ألارك جيدا جاي يريفاريور. طبعا عم يقول لنا الكميون باليوم الثالث بعد ما يكون قطع مسافة 300 كيلومتر، يعني الطريق كامل 300 كيلومتر، بيكون وصل لمسافته. فيا ترى بهالثلاث أيام قديش المسافة يلي قطعها؟ عميل إنه باليوم الأول نحن عنا 2/5 من الطريق مشيان، وباليوم الثاني 1/3 من الطريق مشي. أما بالنسبة لليوم الثالث فكان مجموع الطريق اللي أخده هو 300 كيلو متر. طبعا اليوم الأول مع اليوم الثاني مع اليوم الثالث هن بيساوي 1. ليش بيساوي 1؟ لأنه هن بيكونوا كل الطريق، كل الطريق يعني نسبة كاملة، فبتساوي 1. هاي 1 من هي؟ هي 2/5 تبعت اليوم الأول، وهي 1/3 تبعت اليوم الثاني. طبعا 2/5 و 1/3 قديش بيساوي؟ وزائد طبعا X يلي هي المسافة أو النسبة تبعت اليوم الثالث. 2/5 و 1/3 قديش بيساوي إذا بدنا نجمعهم مع بعضهم؟ 1/3 زائد 2/5، بنوحد المقامات كالعادة. طبعا هي عم نحلها بدون ما نطلع على حل الكتاب. توحيد المقامات ضربنا 3 بـ5 والـ5 بـ3، صار عنا الـ3 ضربناها بـ5 فصار عنا 5/15 + 6/15 لأنه ضربنا الـ2 بـ3، فـ5 و6 = 11/15. فهي المسافة اللي قطعها باليوم الأول وباليوم الثاني، وبالثلاث أيام كلياتهم هو قطع 300 كيلومتر، يعني عفوا بالثلاث أيام كلياتهم هو قطع الطريق كامل. بس إنه قطع الطريق كامل معناته قطع 1، قطع طريق 1. فقديش باقي من الـ11/15 ليخلص الطريق؟ باقي منهم 4/15 وبيكتمل الطريق تبعه. معناته باليوم الثالث هو فعليا قطع 4/15، هذا اليوم الثالث تبعه. طيب هلا نحن عرفنا اليوم الثالث، هلا المطلوب من المسألة هو معرفة قديش قطع مسافة كاملة، مسافة بالكيلومتر. طيب نحن إذا 4/15 كانت 300 كيلومتر، مو هو قال لنا باليوم الثالث قطع 300 كيلومتر؟ طب ومو نحن حسبنا باليوم الثالث النسبة 4/15؟ معناتها 4/15 300 كيلومتر، معناتها 1/3 قديش؟ كيف بنحسبها؟ خلينا نشوف.
عاملين لنا خلي الطريق يكون واحد كامل. اليوم الأول 2/5، اليوم معناته اللي باقي من الطريق 3/5، صح؟ مو اليوم إذا كان الطريق كلياته واحد باليوم الأول مشي 2/5، فمعناته بقي من الطريق 3/5. باليوم الثاني مشي 1/3، تمام؟ وباليوم الثالث معناته بقي عنا كمان 2/5. ف يعني أول يوم 2/5، باليوم الثاني ثلث، وباليوم الثالث طبعا ثلث من المتبقي. أنا هون حسبت لكم إنه يكون الثلث من الطريق الكامل، بس لا، هون قصده إنه الثلث من الباقي، ثلث الباقي. يعني هدول مشيهم أول يوم خلص حذفناهم، ضلت هاي المسافة. هاي المسافة قطع ثلثها باليوم الثاني، يعني قطع فقط قسم هذا القسم. فقديش ضل لنا؟ ضل لنا باليوم الثاني قسمين من 5 من الواحد كلياتها. وطبعا كانت مسافتها 300 كيلومتر، فإذا هاي الشقفتين 300 كيلومتر معناتها كل شقفة 150. 150 150 150 و150 و150، يعني المسافة كاملة 750 كيلومتر يلي هي مكتوبة هون. يعني دائما كل مسألة خلينا نفكر بحلها تماما. هلا شوفوا، أنا أول شيء حليت لكم على أساس إنه باليوم الأول 2/5 من الطريق من الواحد، يعني هي باليوم الثاني 1/3 من الطريق كامل. طلع أصلا بالمسألة إنه 2/5 من الطريق كامل، بس 1/3 باليوم الثاني من القسم الباقي من الطريق، وبالتالي اختلفت النتائج واختلفت الأرقام. فهذا الحكي لازم ندقق بالمسائل كلها يلي منقوم بحلها. هلأ خلينا إذا بدنا نشوف مسألة تانية. عملنا بير أرتش 480 كيلومتر طريق، باليوم الأول 1/5 من هالطريق، باليوم الثاني قطعت نص المتبقي من الطريق، باليوم الثالث قطعت ربع الطريق يلي انقطع باليوم الأول واليوم الثاني. فقديش بتكون مشيت هالكيلومتر، قديش بتكون مشيت هاي السيارة لا تكمل طريقها. هلأ نجي نحن منقول عنا الطريق كاملا 480 كيلومتر كل الطريق. باليوم الأول قطعت الخمس تبعه، يعني إذا قسمناها لخمس أقسام 1 2 3 4 وهذا 5. طبعا شوي يعني كانت الأقسام ما أنا متساوية، بس نحن خلينا نفترض أنه خمس أقسام متساوية. باليوم الأول قطعت هذا الطريق خمس الأربعمية وثمانين. 480 ضرب 1/5 يساوي 96، معناتها أول يوم قطع 96 كيلومتر. كل خمس من هدول الشقف قطع 5 متر. باليوم الثاني عم يقول إنه قطع نص الطريق المتبقي. هذا الطريق المتبقي كلياته 4 أخماس، تمام؟ قطع نصه، يعني قطع هدول الشقفتين باليوم الثاني. يعني قطع هاي 96 وقطع هاي 96، قطع نص المتبقي. شو ضل عنا؟ ضل عنا 2/5 من الطريق كلياته. عم يقول لنا باليوم الثالث قطع ربع مسافة الطريق الأول والطريق الثاني. شو ربع مسافة الطريق الأول والطريق الثاني مجموعين مع بعضهم؟ 96 زائد 96 زائد 96 هي مسافة اليوم الأول واليوم الثاني يلي هي 288. عم يقول لنا قطع ربعها باليوم الثالث، ربعها لهي المسافة يعني ضرب 1/4 وتساوي يعني 72 كيلومتر. فقديش صار مجموعي اللي قطعهم؟ أول يوم قطع 96، ثاني يوم قطع 96 و96، ثالث يوم قطع 72. الطريق كله 480، معناته قديش المتبقي؟ ناقص 96، ناقص 96 و96 تبعت اليوم الثاني، ناقص 72 تبعت اليوم الثالث. قديش بيبقى عنا؟ بيبقى عنا 144 هي الطريق المتبقي لا يقطعه.
هاي المسألة فهمناها صح وقمنا بحلها بشكل صحيح لأنه عرفنا نفهمها وعرفنا شو طالبين منها للمسألة. طبعا لازم نحن تكون كل مسائلنا بهذا الشكل نفهمها مظبوط. بنحاول نحل المسائل المتبقية، بعض منها طبعا في الدرس القادم إن شاء الله، قبل ما بدنا ندخل بالأسئلة تبعيت تقييم الوحدة تبعيتنا وننهي وحدة الأعداد النسبية. إلى درس قادم إن شاء الله.